صباح الخير مشاهدي قناة رشيد الفضائية. طبعا اليوم متواجد في احد المحال التراثية القديمة في سوق الشورجة. هنتعرف عن العم ابو حسين صاحب مهنة الغربيل والمنخل. صباح الخير. اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ والله خير من الله. بارك بكم. انا اليوم تحدثنا عن طبيعة عملك، تفاصيل عامة حول عملك. بالنسبة هاي المهنة ما يستغنى عنها، لان كل الامور يعني تمر بيها. مثلا نجي على شكو باقوليات تتغربل، شكو حمطه، شكو شعير، شكو طحين، شكو قبايا، شكو كرجاب، هاي تمر بمرحله الغربيل والمنخل وحسب الرقم ماله وحسب الترتيب. التمن ما التمن يتغربل يعزون مثل الخشن عن النعمه والدقه والتب. فلذلك هذا الغربيل ما يستغنى عنه الواحد ولا يستغنى حتى بالنسبه للمنخل الطحين. اكو مثل طحين ومنخل طحين وسطاني ما كذا. واما بالنسبه هاي وراك تشوف هاي الطوال هاي مال الحرير مال المطاحن مال هزاجات حسب النمر، درجه صفر درجه صفر. هاي بالنسبه للمطاحن حسب الارقام يطلعون المطاحن مالنا. ماكو يوم مطحنه اذا ما تاخذ من هذا الحرير اللي تاخذ من عنده حسب الارقام وحسب النوعيه وحسب الدرجه مالته. درجات هو حسب الدرجات تقريبا ب 50 60 درجه. انا جيت عمري 7 سنوات اشتغلت عند رجال الله يرحمه حج كريم الزبيدي، اشتغلت يومية درهم ذاك الوقت، درهم 50 فلس. وبعدين تدرجت صارت بقيت استمر انه انا هاي بقيت بيها يعني العمل بيها الى الان. كملت مدرسه وغير بس بقيت مستمر بيها ما تركتها الى يعني نقول من سنه 57 لحد ساعه الله هاي. زين نعم. تحدث لنا عن اكو قبال يعني لحد هذه الفتره عن المنخل وهذا الامور؟ اي نعم نعم بصوره عامه موجود الغربيل. اي واحد ابو محل كرزات بالمحافظات او بقلات او سوق الكرزات اذا ما ياخذ رابيد هيا بقى ينظفها بيها تنظيف. قسم ما شتى انواع يعني الكرزات بنوعها الجاز والعبه ابيض الحمار. المناسب اللي يحتاجوها للطحين اي نعم نعم. بالنسبه للبيوت ياخذون مثلا المنخل مال الطحين يطلع من عنده مال قبض وقسم يطلع صبر من عنده او قسم مال، فهذا ينخل بيه فهذا حسب الدرجات والنوعيه. عملت هنا انا وحدك في الشغل؟ اي نعم بس يعني اذا مو بيدي ما ارتاح لان اتقنها بصوره صعبه. كم ساعه يكون وقت عملك داخل؟ عملي يعني بكيف اشتغل حسب الطلب وموجود هنا أنا. اخلص وقتي اجي الصبح الساعه 8 برا الصلاه بقالي في الساعه ساعه ونص واروح للبيت. نعم. والله احنا سعيدين اليوم. اهلا بك. انا وياك. يعني ميت مرحبا. اهلا وسهلا بك. عمل الشغله. نعم. اكيد الله يرزقك. يعني مثل ووضحت لك يعني هذا كل حرير مال المطاحن معروف على مستوى المطاحن انه علي انا معروف بالتليفون دز لنا فلان رقم اعرف. يجي واحد يشتري مني هسه الصبح اجى قال لي اقول له تيجي مال ايش؟ يسموه حرير مال هزازات مال المطاحن. اقول له شو اذا ما صمون له خبز؟ اذا ما خبز نعطي رقم، اذا ما صمون نعطي رقم. بعد مشاهدينا يمكن هاي الامور كلها. اليوم هنا أنا شغل ما احشي لكم يجنن من كل شيء. شغل تراثي وعراقي قديم. يعني اللي يريد منخل غربيل يجي بالشورجة بداية السوق يعني على جهة اليمين جهة البهارات والكرزات أول محل على اليمين. نعم. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام موضوعنا مع العم أبو حسين بعد ما تعرفنا عن مهنة المنخل والغربيل. إن شاء الله نتمنى له كل الرزق والخير والصحة والسلامة. في أمان الله.